الآن مشاهدينا الكرام نتحول بحضراتكم إلى الزميل تامر حنفي، وهذه النافذة من أمام معبر رفح، تفضل تامر. شكرا لك ياسر، وأهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه النافذة اليومية التي نتابع من موقعنا الجغرافي ما قد يدور، على الأقل ما يصل إلى أسماعنا، كما اعتدنا أن نستعمل هذا المصطلح بهذا التكرار. ولكن قبل إعطاء هذا الإيجاز عما نشاهده أو ما يترمى إلى أسماعنا، سأرحب بزملائنا المراسلين ابتداء من خان يونس بشير جبر. أهلا بك يا بشير. ومن القدس المحتلة دانا أبو شمسية، أهلا يا دانا. وكذلك من العاصمة اللبنانية بيروت، هذا هو أحمد سنجاب حاضرا معنا. ولكن قبل الحديث مع الزملاء عن استطلاع آرائهم حول ما يدور داخل مواقعهم الجغرافية، هنا سنتحدث قليلا عما يدور داخل موقع معبر رفح البري لليوم الثاني على التوالي. منعت كل سيارات الإغاثة والمعونات التي اعتادت أن تدخل إلى معبر رفح أو من خلال معبر رفح اتصالا بالمسار الجغرافي وصولا إلى كرم أبو سالم لليوم الثاني على التوالي. حتى السيارات التي كانت محملات بالغاز الطبيعي والسولار والبنزين منعت لهذا اليوم، وبالتبعية الأهم من ذلك أن مواد الإغاثة منعت ليومين متتاليين، حتى وإن كانت في اليوم الثالث، حتى وإن تم تعدادهم بشكل عكسي. اليوم الثالث سمحت إسرائيل لدخول 13 شاحنة محملة ببعض القليل من المواد الغذائية. أما على الصعيد العسكري فمن الأفق القريب قبل القدوم إلى معبر رفح، كل هذه الحدود تحديدا بكثافة في المنطقة الغربية تتصاعد أعمدة الدخان الأبيض التي تشي بأن الجرافات الإسرائيلية تعمل في هذه المنطقة، وأن الحابل اختلط بالنابل، بمعنى أننا غير قادرين على تمييز مصادر إطلاق النار ومن أين توجه مصادر إطلاق النار، وهل هو اعتداء إسرائيلي محض. ولكن الصورة تشي نتيجة لإطلاق النار وتبادله ونوع الأسلحة التي تستخدم في الداخل أن معركة تدور ما بين الفصائل الفلسطينية وبين القوات الإسرائيلية، اتصالا بتحليق مكثف مستدام لطائرة الاستطلاع التي تبدأ أعمالها قبل العمليات العسكرية أو استكشاف بعد استهداف المقاومة لأي من التمركزات العسكرية الإسرائيلية. هذا هو الحال من حيث نقل في هذا الموقع الجغرافي في معبر رفح من جانبه المصري.